تكن بكل خير، لماذا انتشرت تجارة المخدرات في مصر في الآونة الأخيرة؟ هل هذا يعود إلى الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد وما حدث من سقوط في للمنظومة الأمنية خلال الفترة الأخيرة، تحديدا بعد نجاح ثورة 25 من يناير؟ بالأمس القريب تم ضبط 8 أطنان من المخدرات في واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات على الحدود الغربية، تحديدا على حدود مصر مع ليبيا، حول انتشار تجارة المخدرات في مصر في الفترة الأخيرة في ظل الانفلات الأمني. يسعدنا أن يكون معنا سيادة اللواء حسن فتحي الخبير الأمني. أهلا بك معنا سيادة اللواء. أهلا فندم، أهلا بحضرتك. سريعا قبل أن ندخل إلى تفاصيل الموضوع، يعني نريد بعض التفصيلات حول ضبط ما يقرب من 8 أطنان من المخدرات على الحدود الغربية مع مصر بالأمس. طبعا بالنسبة للواقعة الأخيرة بالضبط، كمية الحشيش الضخمة دي حوالي 8 طن. ده أنا بعتبرها السنة دي من أنجح عمليات المكافحة اللي تمت خلال الفترة الأخيرة، وجايز من السنة اللي فاتت للسنة دي. أولا تشكيل عصابي من ليبيين مع مصريين استخدموا فيه أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية بالنسبة للاتصالات وبالنسبة للوسائل النقل، لأن حضرتك عارف إن الحشيش ده كله بيجيلنا من المغرب. هو السؤال اللي كنت عايز اسأله حضرتك الحقيقة التالي، اللي هي يعني رحلة المجيء إلى مصر، ما أنا هقول أين المنبع والمصدر؟ المصدر المغرب. المغرب. وتخيل حضرتك لما جينا المغرب حتى وصولها للصحراء الغربية بتعبر كام دولة، أو مش بتخترق حدود كام دولة، بتعدي على الجزائر، خلينا نتخيل مع بعض، المغرب ثم ليبيا ليبيا ومصر. ومصر، نعم. وفي خطوط تانية للتهريب أحيانا المغرب، الجزائر، تشاد، السودان، مصر. لماذا المغرب؟ هل هي يعني المغرب دولة مشهورة عنها حاليا حاليا زراعة المخدرات؟ المنتج، يعني نقول حوالي 90% من انتاج الحشيش اللي بيدخل مصر النهارده مصدره مغربي. والمنطقة الصحراء الغربية زي ما احنا عارفين منطقة شاسعة بدروب واسعة جدا. وانا عاوز انوه للقضية الاخرانية بالظبط، دي قضية انا بقول مثالية في المكافحة لسببين. السبب الاول ان توحدت جميع يعني قوات حرس الحدود مع قوات إدارة مكافحة المخدرات، مع قوات الجوية، مع قوات المنطقة الغربية، دول كلهم تكاتفوا. طبعا دي مش وليدة ضبط الكمية الضخمة، دي مش وليدة يوم ولا يومين لا، ده إعداد التشكيل وتجهيز العصابي كان مصري ليبي. ليبي، والحمد لله ظبط زعيم التشكيل اللي هو المصري متجنس، يعني مصري ليبي، يعني يعتبر. الكمية دي تقدر بكام سيادة اللواء؟ لا، بملايين الجنيهات، لأن الكمية النهاردة إن لو قلنا سعر الكيلو 20,000، اضرب بقى 8,000 كيلو في 20، شوف سعر كيلو سعر الحشيش كيلو دلوقتي الحشيش في سوق التجارة غير مشروع طبعا 20,000 تقريبا أو أكتر من 20,000. حجم تجارة المخدرات في مصر قد إيه؟ يبلغ أنا بقول إن إحنا سوق استهلاك كبير جدا. وسوق، وانا بس عاوز انوه لنقطه بالنسبه لضبط الكميه دي. تفضل. الكميه دي تتخيل القوات دي قعدت في الصحراء، في عز الصحراء بينها وبين القاهره، تم اكتر من 800 كيلو في العمق الصحراء في منطقه سيوه، بتنتظر وبتراقب وصول المهربين ب5 عربيات. في لحظه معينه المهربين اكتشفوا وجود القوات، والحمد لله بالتفكير السليم والتعاون بين الجهات، انا بقول ان حدودنا امنه، ونطمن قوي ان حدودنا امنه، سواء لان سبق قبل كده حدودنا الشرقيه ظبط فيها مركب كانت جايه من جنوب شرق اسيا. فانا بقول احنا نجحنا الحمد لله، وطن من البنجو على شواطئ قناه السويس لسه من 3 4 ايام بس. ده فيه ظبط، كميه ظبط كبيره جدا. واضح ان حاله الانفلات الامني اللي بتعيشها مصر سياده اللواء، يعني ان صح التعبير، شجعت الكثير من مهربي المخدرات على الدخول للسوق المصري الان. انا بقول برضو ان الانفلات الامني وهروب المساجين، الالاف من المساجين، وجود سلاح مع البلطجيه، وجود سلاح مع الخارجين على القانون، غالبا 99% منهم بيتعاطوا مواد مخدرة بكافة أنواع، عشان نبقى عارفين من تجربتي ومن خلال ظبطي
اغلب الخارجين على اغلبهم ايوه يعني قيل اغلبهم يعني بيتعب. وزارة الداخلية قالت انه هرب بعد ثورة 25 يناير حوالي 23 الف سجين ومسجل خطر من السجون المصرية. طب تم ضبط 8000 فقط لا 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 لا، لاجئ. ظبط حوالي اكتر من 18000، 18000. وما زال الظبط مستمر. احنا النهارده احنا مستعجلين شويه. انا بقول وزاره الداخليه عندها ملفات جاهزه معده، يعني انا اعلم جيدا ان اداره المخدرات بتعد ملفات جيدا للبؤر الاجراميه اللي فيها تجاره علنيه لتجاره المخدرات. ممكن سيادة اللواء تطلعنا على خريطة البؤر الإجرامية في مصر، أو خريطة البؤر التي تباع فيها مثل هذه المواد وتنتشر فيها مثل هذه المواد المخدرة؟ والله انفلات الامن اثر شويه وخلى مجموعه كتيره من البؤر والخارجين على القانون ينضموا تجارة لتجاره المخدرات. المواد المخدره. ما ننكرش ان احنا عندنا مشكله في تجاره المخدرات. المواجهه لو حسبنا كم بالظبط، احنا الحمد لله في المعدل العالمي او احسن في المعدل العالمي. احنا طول عمرنا فين يا ست كاداره اليوم بالظبط؟ يعني فين تمركز هذه البؤر النشطة لتجارة المخدرات؟ في بؤر معروفة على مستوى الجمهورية في مناطق القليوبية، في كوم السمن والمثلث بتاعها، في مناطق سيناء، في مناطق في ضواحي القاهرة، أماكن عشوائية، في بؤر كتير جدا. أنا أعتقد وأعلم جيدا إن بيعدل تلك البؤر لمواجهتها، وأحسن حل القضاء على تلك البؤر لازم نستلهم التعاون بين الجيش والشرطة الفترة اللي فاتت. أنا بقول إن لازم عشان نواجه البؤر الإجرامية بما فيها من عناصر وسلاح ومخدرات، لازم تكاتف الجهات دي كلها مع بعض. أنا بقول الشرطة قادرة وعندها سلاح وعندها، بس لازم قوات من الجيش، البؤر اللي فيها سلاح بكثافة، لازم يكون فيه تنسيق زي ما حصل في واقعتي التهريب اللي ظبطه في الآخر. سيادة اللواء، تحديدا إدارة المخدرات الواقعة في منطقة بولاق الدكرور حرقت، يعني على ما علمت أنها حرقت ضمن أيضا قسم بولاق الدكرور. هل من الممكن أن يكون حرق معها ملفات للكثير من تجار المخدرات، وبالتالي ضياع المعلومة هنا لدى القادة الأمنيين سيصعب عليهم الأمر في مواجهة تجارة المخدرات في مصر خلال الفترة المقبلة؟ جميع من يزاول تجارة المخدرات على مستوى الجمهورية ليه ملف في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومحفوظ على أعلى سرية ممكنة من الكتمان. وفي تطور لو ضبط أو اعتقل أو 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 حصل حاجة، حتى لو خد حكم بيتابع، يعني الملفات في أمان وكل الملفات لم محفوظة تضيع ولم تحرق مركزيا. بالعكس بيتم تعليتها. يعني النهاردة في حصر شامل على مستوى الجمهورية لدراسة البؤر الإجرامية، في حصر شامل لكيفية مداهمة تلك البؤر، وأنا أعلم جيدا إن في إعداد سليم لمواجهة البؤر. نعم. لأن البؤر ما عادتش زي زمان، البؤر فيها سلاح، فيها خارجين على القانون. للحقيقة هذه النقطة مهمة جدا سيادة اللواء، لكن دعنا قبل أن نستكملها معنا تقرير من الشارع المصري حول انتشار ظاهرة المخدرات في مصر خلال الفترة المقبلة. سنستمع لهذا التقرير ثم أعود لاستكمال الحوار مع سيادتكم. فإلى هذا التقرير أعزائي المشاهدين. تجارة المخدرات، احنا كنا بنسمع اخبار مثلا ان النظام السابق هو السبب في تجارة المخدرات، ده قبل كده، ده قبل الثورة. دلوقتي وهم جوه برضو اكيد في ناس ليهم صغيرين بيتاجروا برضو في المخدرات، ده رأيي. مش حضرتك، هم برضو ليهم نفوذ كبيرة ولسه موجودين. احنا معتقدين ان النظام كله هو دخل السجن، لا طبعا، النظام لو 1% بس هيبقى اكتر من 2 مليون مثلا بره. لو 1% في مصر من النظام السابق هيبقى اكتر من 2 مليون. حصل انتشار للمخدرات فعلا، بس ده طبعا بسبب الحدود. اصبح دلوقتي لان الجيش حريص دلوقتي على الامن في البلد، فاصبح انتشار المخدرات دلوقتي في البلد سهل، لانه سهل الدخول لداخل البلد. ده بسبب انتشار المخدرات، لانه اصبح سهل التداول حاليا دلوقتي. انتشار البطاله وعدم الشغل، والشباب مش لاقي شغل، وهو طبعا بيضيع وقته في اي حاجه، هيعمل ايه الشباب؟ اخبار الشباب قاعد ولا عارف يشتغل ولا عارف يجيب لقمه عيش، وما بيجيب لقمه عيش بيشرب فيها مخدرات، يشرب فيها بانجو، وبيعلم الصغير وبيعلم الكبير. المخدرات بيجيبوها لان ما فيش رقابه، ما هو ما فيش حد حاكم، مين حاكمهم؟ ما فيش حد حاكمهم، ومش خايفين من حد، مش خايفين حد وراهم هيجي يعمل حاجه. الحكومه مداريه، انضباط الامني، ما فيش حد، والمخدرات بتخش وتطلع البلد دلوقتي، والبلطجيه زادت، بس مش اكتر من كده. السبب في انتشار المخدرات،
انا شايف ان قله الوعي الديني، لان لو كل واحد عنده مرجعيه دينيه لنفسه مستحيل يعني ان هو يلقي بنفسه حاجه زي دي. ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. والايات في المجال ده كتير، يعني لو كل واحد عنده مرجعيه دينيه لنفسه هو ما كانش في حاجه زي دي، غير ان كمان عدم تطبيق حدود الشرع الاسلاميه. الحدود الاسلاميه مش مجرد قوانين. ايه يعني لما يكون واحد بيشرب مخدرات ويدخله السجن؟ ما هو اللي بيبقى بيشرب مثلا داخل بيشرب حشيش السجن، بيخرج بيشرب افيون، يعني هو بيبقى يعني ايه انيل مما دخل. عشان عدم الامن اللي في البلد المفروض، وقله الشرطه دي حاجه برضو، دي اكتر حاجه بتكتر مخدرات في البلد. وفي نفس الوقت برضو بقى في حريه بالنسبه لاتجاهات المخدرات من بره، اصلا دخولها مصر بقى سهل جدا. بس امن زي ما هو متباطئ، والشرطه حد ما نزلتش الشارع، ونزل الشارع بس سد خانه، ما بتعملش اي حاجه جديده. اكتر سبب بيكون غياب الامن طبعا، ان يعني غياب الامن ده هو اللي عامل اكتر فوضى في الموضوع ده. يعني عايزين مثلا رئاسه الوزراء تشوف حل مع وزاره الداخليه، ان هم يبداوا بقى ايه، نرجع يعني افضل حل ان يعني لجان شعبيه من تاني، ده افضل حل اللي انا شايفه. يعني الانحراف السلوكي متواجد من قبل الثوره، ولكن كل ما في الامر ان بعد الثوره الناس عندها وقائع بان في قوه داخليه جوه مصر هربت من السجن اثناء الثوره، وده كان طبعا لمصلحه النظام السابق، والتضليل الاعلامي ساعد في ذلك، مما ادى الى ايه، الى نشر الفوضى في كل حاجه. وبما ان نشر الفوضى بقت في كل حاجه، فالمخدرات جزء من الفوضى، اللي بدل ما هي كانت تحت الترابيزه اصبحت فوق الترابيزه. المخدرات والسلاح مرتبطين ببعض، يعني هو السلاح مع مين غير البلطجيه اللي بيشربوا مخدرات ويبيعوها، يعني هي كلها سلسله. طبعا الانفلات الامني، يعني دلوقتي ما حدش بيخاف من حد، اي حاجه يعني كل حاجه في الشارع دلوقتي، كل حاجه بتتباع في الشارع وبتظهر في الشارع، والسلاح، وما فيش حكومه بتتحرك. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. السلاح والمخدرات زي ما قال احد المواطنين مرتبطين مع بعض، كمان مع هروب الكثير من المساجين، مع حالة الانفلات الأمني قدام مربع شديد الخطورة. سيادة اللواء، كيف يمكن مواجهة انتشار المخدرات ونحن نرى هناك روح معنوية ضاعت من قبل ضباط الشرطة خلال الفترة الأخيرة؟ أنا متفق مع كل اللي جاء في التقرير، لأن فعلا المشكلة ظهرت وطفت. احنا كنا بنقول في الأول إن المشكلة في بطالة، مش امنيه بس، في بطاله، في برضو بعض المجرمين بداوا يستغلوا الظروف، الانفلات والاماكن العشوائيه في استغلال تجاره المخدرات. رخص مخدر البانجو بفتره لان انتاجه محلي، لكن المشكله انا متفق مع عدد كبير جدا ان المشكله طفت وبقت ظاهره سيئه لازم مواجهتها. النهارده انا بقول لحضرتك فعلا ان البلطجة مرتبطة بالمخدرات، مرتبطة بالسلاح. سيادة اللواء، بعض الأماكن العشوائية بيباع فيها، كما قيل لنا، بيباع فيها البانجو، يعني كما تباع المواد الغذائية بشكل علني. الأفراح في المناطق العشوائية يشرب فيها المخدرات بشكل علني. للحقيقة لم يحدث هذا الأمر فقط بعد ثورة 25 من يناير، ولكن حتى قبل الثورة، يعني الرقابة الأمنية على هذا الأمر، على التعاطي في حد ذاته، لماذا هي ضعيفة طيلة السنوات الماضية والآن هي أكثر ضعفا؟ أنا بقول لحضرتك مواجهة البؤر، لازم نواجه بقى البؤر الفترة اللي جاية. أنا متفق، كان على استحياء في الأفراح زمان أو في المناطق الشعبية بيتم تعاطي بعض المواد المخدرة في الأماكن، في التجمعات، فكانت الشرطة بتخشى عشان الاقتحام والتجمهر والناس والكلام ده. لكن أنا لاحظت فعلا الأيام الأخيرة إن الظاهرة طفت على السطح، زي ما قلت لحضرتك في الأول إن عدد كبير من البلطجية والمجرمين وذوي السوابق والخاطرين على الأمن بدأوا يستعينوا بالمخدرات سواء للتعاطي أو لترويجها، وبدأ للأسف ناس مش ناس بدأت تاخد البلطجة مهنة ما لهمش سوابق إجرامية. أنا بقول أنا الأوان حاليا نواجه تلك البؤر الإجرامية في أماكنها، وهي كتيرة،
وعاوزة إعداد، وأنا أعلم جيدا أن في ملفات معدة، بس عشان الأمور أنا إحساسي وخبرتي الطويلة في مجال المكافحة أن دي هتاخد فترة من الوقت. نعم. هتاخد بعض الوقت، لأن إحنا عشان نعد لازم نشوف القائمين على تجارة تلك المواد، ونشوف السلاح المستخدم، وفي حاجة بنقدرها ازاي نواجه بؤر، وازاي مش نفركشها وخلاص، ازاي نظبط العناصر القائمين عليها، وازاي نظبط المخدر اللي فيها. سيادة اللواء، قبل ما كنت بتكلم معاك قبل الخروج على الهواء مباشرة، قلت لي ان انتوا كنتوا عارفين البؤر التي سواء تزرع فيها المواد المخدرة، تحديدا نبات البانجو هو الأكثر انتشارا في مصر والأرخص كما تقول حضرتك، لماذا لم يتم القضاء على هذه البؤر؟ يعني مصدر التجارة من الأصل، وينتهي على الأقل الجزء الخاص بالبانجو مثلا، أم أن الأمر يستصعب على الحكومة ووزارة الداخلية؟ احنا للأسف ان زراعة النباتات المخدرة بتتم في أماكن واعرة جدا، يعني احنا بنكافح الزراعات من سنة 90، كنا بنكافح الزراعات بالعربيات الصغيرة، وبعدين بالعربيات الفور باي فور، وبعدين بالعربيات الضخمة. حاليا احنا بنكافح الزراعات المخدرة عن طريق 4 حملات في السنة، بالطيارات، بالإبرار الجوي، بالتعاون مع القوات المسلحة، لازم، ونجحت. وبنعمل 3 حملات، لأن زراعات البنجو بتتم على 4 كل 4 شهور، فعملنا في سينا. فبدأوا، كانت الأول بتبقى سهلة في الوديان في الأول، أحيانا لما تم الملاحقة والإبادة والكلام ده والمواجهة، بدأت الزراعات تاخد منحنى آخر، بدأوا يطلعوا على الأودية، بدأوا يطلعوا على بيستخرجوا مية من الأبار، بدأت الزراعات تتم في أماكن وإحنا بنصورها. حجم زراعات البنجو في مصر يا سيادة اللواء؟ أنا بقول مش 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 صغيرة، كميات كبيرة جدا، ودليل على هذا ظبط حوالي 15 طن قريب، صحيح، الجيش والشرطة ظبطوه. فزراعة وللأسف ما طلعش حملة السنة دي للإبادة. أنا بقول إن زراعات البنجو كل سنة بيتم مواجهتها صح، بدراسة علمية، إحنا بنصور بالقمر الصناعي، بيتم تصوير المناطق الإحداثيات الإحداثيات دي كلها بالقمر الصناعي، وبتنزل على خريطة وبتتحدد، يعني والطيارة بتطلع بفريق الإبادة على مكان الزرع، وده طبعا خبرة تسرق. المكان يباد لكن ممكن ان يزرع بعد ذلك، يعني انتوا هتمشوا من هنا وهيزرع المكان بعد ذلك مرة اخرى. جربنا جميع وسائل الابادة بالنسبة للزراعات المخدرة. نعم. في سنة من السنين اضفنا مواد كيماوية عشان نبيد الزرع. فناس اشتكت قالت لا ده احنا بنزرع قمح او بنزرع محاصيل مشروعة جنبيها، فمنعناها. فاحنا الاسلم وسيلة حاليا لمكافحة الزراعات المخدرة اللي هي الابادة، بنرفعها عن طريق الجيش والقوات الجوية، بترفع لنا إحداثيات وبنصور أماكن الزراعات، بنصور الأبار، بنعرف إن المحصول وصل لمستوى معين من النضج، بنعمل عليه إبرار وبنبيده، بنبيد حوالي 90% منه، هقول نقول بنقول بنبيد 80% ده نجاح حقيقة. ما أشيع في فترة من فترات سيادة اللواء من أن هناك بعض المطاردين من قبل ضباط وزارة الداخلية في تجارة المخدرات أو في تسهيل عملية تجارة المخدرات مع كبار من يعملون في هذه التجارة، هل يعني صحة هذا الأمر؟ أنا اشتغلت في المكافحة 30 سنة وفي الفيلد في الضبط، أول مرة أسمع الكلام ده. نعم. ممكن يبقى فيه بمنتهى الصراحة مرشد أو مصدر أو معلومة بيتراخى معاه الضابط في عدم مواجهته، وبيستغل العلاقة دي وبيعمل حاجات مخالفة، لكن ضابط في وسط المجموعة كبيرة المحترمة للمكافحة وتسيب واحد او تسيب اتنين، انا اول مره، في محاسبه قاسيه جدا عليها، وفي مراقبات جدا قويه على الجهاز، استحاله. ممكن الخلل بيجي من حاجه، يقول لك ده سايب ببيع المخدر، ممكن يكون مصدر، وللاسف التعامل مع المصادر ده له شق تاني. انا مصدر ما يستغلش ان هو بيديني معلومه عن زارع او تاجر او مكان مخدر وينزل في الشارع يبيع مخدرات. سيادة اللواء، حركه التنقلات اللي حصلت ما بين ضباط المباحث، وانا اعلم ان كانت الطريقه في رصد الاماكن الاجراميه عن طريق بعض المرشدين، الضابط له بعض المرشدين في منطقه ما، هم من ياتون اليه بالمعلومات. طب حصل تنقلات واسعه، هل ضاعت مصادر المعلومات؟ استحاله، احنا عندنا مصادر مسجله موثوقه بمعلومات عن كل زاوي النشاط الإجرامي، والضابط الناجح في موقعه بيجند مصادر شريفة تعاونه، ده سينتقل إلى مكان آخر، هل بيسلم مصادره دي للضابط اللي بيأتي بعده؟ ما هي مش شخصية، ده داتا موجودة، معلومات موجودة ومحفوظة، داتا مسجلة
ومراقب عليها وبتتراع وبيتم مراعاتها وفحصها كل فتره. سريعا سياده اللواء، كيف نواجه تجاره وانتشار المخدرات في مصر في الوقت في المستقبل القريب؟ انا بقول بعد الثوره احنا عاوزين كل الناس تتعاون. انا ما يكونش واحد تحت البيت او في مكان معين وبشوف تجاره مخدرات ويقول انا مالي، استحاله. يروح يبلغ في الاسم، ما الاسم ما استجابش مكتب المخدرات اللي في المديريه، مكتب ما استجابش الاداره العامه لمكافحه المخدرات اللي موجوده في ميدان العباسيه. دي الاداره الام، دي اللي بتحط الخطه الاستراتيجيه بتاع مكافحه المخدرات كل سنه. ما فيش حاجه اسمها، بالعكس ما فيش واحد يقول ان انا وانا مالي، ده جهود الشعبيه. انا نفسي ويحضر الضبط، وممكن يحضر الضبط كمان، بس انا بخاف عليه عشان حدش يستشهد بيه ولا حاجه. انا بقول الجهود الشعبيه، بالاضافه ان انا اعلم جيدا وانا في جهاز، وكنت سابقا في جهاز المكافحة، وعارف ان ما بسيبوش الظواهر الإجرامية والبؤر الإجرامية كده تعدي، تتم حصرها ورصدها ورفعها والإعداد القانوني لها وتحين الفرصة. يا ما فيه ظواهر أو بؤر إجرامية كانت بتاخد شبه العلنية وتم مواجهتها واقتحامها، كانت تشرى البطنية مثلا كتير. ده أقرب مثال. أشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء حسن فتحي الخبير الأمني. أنا شاكر جدا. كما أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. فاصل قصير ونكون معكم على رأس الساعة وموجز لأهم وآخر الأخبار.